السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أكمل باقي الشرح اللي شرحته قبل شوي. غطيت قبل شوي على مهارة الخط التكست. الحين راح أتطرق إلى مهارة ثانية، مهارة جديدة، مهارة حلوة، مهارة تشويقية تجعل درس النموذجي مشوق. وهذا من مميزات الإيميز، أنه يجعل من العروض التقديمية مشوقة. راح أتطرق اليوم إلى إدراج الصورة اللي هي إيميج. شلون راح أتطرق، شلون إني راح أدرج الصورة وإني راح أدرج الفيلم. الحين احنا سوينا الشريحة الأولى اللي هي الحاسب الآلي، مرحبا بكم. والشريحة الثانية اللي هي مكونات الحاسب الآلي، الشاشة A B الفأرة مثلا، مثال هذا. الحين أدرج شريحة جديدة من علامة الزائد، أختار التنسيق اللي أنا أبيه، نختار مثلا الحين احنا بنسوي إدراج صورة، مثلا نختار هذه زيبرا، نكتب مثلا هني مثل خاصية اللي تعلمناهم قبل شوي، ليش خاصية الكتابة، نكتب الشاشة. إنزين الحين هذه عندي الصورة وهذه عندي الصورة. الصورة هذه أبي أعدل عليها، أبي أنسق عليها. أول شيء مثل ما تعلمنا بالبداية أني أقدر أحركها وين ما أبي، أخليها داخل إطار السبورة أفضل. وهذا هم من بعد أخليه بالنص، والنجمة هذه أشيلها. أقدر كل هذا أني أحرك، بس ما يحتاج لها أي صعوبة. وهذه عندي أحطها داخل عشان يكون شيء مشوق، شيء واضح. الحين نجي نشوف، نضغط على صورة زيبرا، راح تفتح لي شريط الأدوات اللي هو هذا خاص للصورة. خلينا نشوف أداة تختص بشنو. بسم الله، الأداة الأولى اللي هي نحط إطار للصورة. مثل شنو؟ خلينا نشوف الإطار الأول، إن أخليه إطار بالشكل هذا، أو إني أقدر أخليه إطار دائري، أقدر إني أخليه مربع حاد الزوايا، أو إني أخليه بدون إطار. إحنا الحين نخليه بدون إطار. هم الصورة هذه نفس الطريقة، هذا منحنى شوي، هذا شوي مربع منحني الزوايا، وهذا هني بدون شيء. خلينا نحط واحد فيه وواحد ما فيه، مثلا كذي. شوف راح الحين الشريط مني شلون اطلعه. اضغط على الصورة، انا حركتها، ردتها مكانها، هذا هو طلع لي. نشوف الأداة الثانية، إني أقدر أستدعي الصورة من جهاز الكمبيوتر، أو إني أستدعيها من الويب. نخلي هذه شوي. إني أقدر أسوي اختصاص الصورة، مثلا أنا عاجبني شكل الزيبرا هذا، هذا شكل الزيبرا بس كوجه يعني. نحدد الشيء اللي إحنا نبيه، ما ضبطت معي بس نقدر نضبطها كذي. هذه هي، نسحبها نحطها هنا. هذه نسويها مرة ثانية، دقيقة.
سوي اقتصاص للصورة. يقولي double click to crop للاقتصاص، ضغطت الحين مرتين، هذه قصت لي الصورة، هذا هي، اخترت أنا بس فيس الزيبرا. من خلال الأدوات هذه أقدر إني أكبر وأصغر مثل ما أنا محتاجة بالمساحة المتوفرة عندي، هذه هي. هذا مثال. نيجي الحين إذا ما بغيتها كذي أو إني ما عجبتني الشكل، من خلال زر تراجع أقدر إني أتراجع عن اللي سويته وأرد تصميمي الزيبرا بشكل كامل كأني ما سويت شيء. الحين نشوف الأداة هذه، نطبق شوي على هذه. هذه الأداة تقمج لي الحدود، تخليها سميكة أو ضعيفة، أنا أخليها شوي متوسطة كذي، كذي أحلى. إنزين الأداة هذه الحدود هذه أغير لونها، هذه صارت وردية أو بيضة أو زرقة، زرقة حلوة. راح أشوف راح الشريط. إنزين أتأكد إنه ما في شيء محدد هني، أحدد عليها يطلع لي، أما إذا هني أحدد وهني أحدد نفس الطريقة. إنزين عندي في إكس، هذه التأثيرات عندي، نشوف هذا، شوف هني يغير لي، يغير لي بالشكل نفس طريقة الإطارات، هذا يخليه هني عندي متوهج حلو، هذا بعد نفس الطريقة، بس أنا أبي إنه ولا شيء نفس ما أنا اخترته. الحين نختار هذه الأداة اللي هي خاصة بهم بالحدود، إنها تخلي لي إياها بالصورة بشكل كامل، هنا تخلي لي إياها شفافيتها، أبيها واضحة حيل أو إني متوسطة أو إني خفيفة، أنا راح أخليها واضحة حيل. الأداة هذه إني أربط الصورة اللي أبيها بموقع، مثلا نربط الصورة هذه موقع مثلا جوجل www.google.com، نحط add، هني راح يصير عندي ان ارتبط الصورة هذه بموقع جوجل. نكمل الحين الباقي، نشتغل على هذه. الحين هذا إدراج صوت، الصوت عندي أقدر أخذه من ملف عندي بالموجود على الجهاز، أو إني أقدر أخذه عن طريق النت. وشرط أساسي، معلومة أساسية، إنه لازم يكون الصوت على صيغة MP3، لازم الصوت يكون عندي على صيغة MP3، هذا شرط أساسي للتنزيل عندي على شاشة العمل. هذا الحين متى أبي الصوت يبدي، متى أبي ستوب أو ستارت أو ستوب، يعني أبي ستارت أول بداية الشريحة أو إن وقت معين أنا أحدده متى يبدي، يعني أحدد بالدقائق أو بالثواني، هني متى يوقف. هذا عندي هني تأثيرات للصوت، أضف آد أو ريموف إني أشيل الصوت. أنا الحين ما رح أحط صوت، يعني ما عندي بالجهاز صوت. الحين نشوف الأداة هذه، هذه الأداة هي بعد مختصة بالتأثير للصورة، أنا أشوف إنه ما تغير فيها شيء. هذه الأداة القفل، إني أقفلها ما أقدر أسوي عليها أي تغيير ثاني، أو أقدر أخليها 3D، صورة 3D مثل ما سوينا بالخط، يعني أقدر أسوي كذي، أكبرها أو أصغرها بالحجم اللي أنا أبيه. هذه شوفوا شلون، خليها 3D يعني، هذه هي. هذا ما يخص بالصورة.
الحين مثلا عندي صورة الولد هذا ما عجبتني، أبي أغيرها، أبي أحط صورة كمبيوتر ما تخصني الصورة هذه. مثلا أضغط على داخل إطار الصورة ألقى فيها أداة هذه الصغيرة اللي تحت هذه، أضغط عليها بس أبي الصورة تطلع لي بنفس المكان، بنفس المكان هذا أبي الصورة تطلع لي. أضغط على الأداة هذه داخل إطار الصورة تفتح لي النافذة هذه، هني أختار الصورة من ويب أو من جهاز كمبيوتر. أنا أختارها من جهاز كمبيوتر، عندي موجودة، عندي حطتها على الديسكتوب باسم صورة. هذه تغيرت عندي الصورة في نفس المكان تقريبا بنفس الإطار، وراح صورة الولد مثل ما أنا أبيها. أبي صورة الولد يروح، أبي مكانها يجي صورة الحاسب الآلي. الحين مثلا أضيف صورة من غير، يعني صورة إضافية من عندي، ما يحتاج يعني أني غير شيء من خصائص التصميم نفسه. أروح هني بالإيماج برو نفس الطريقة، على الديسكتوب نفسها، هي نفس الطريقة، أكتب صورة هذه هي طلعت لي هني، واحدة ثانية نفس الطريقة، عرفت شلون؟ هذه هي. وهم من أقدر أني أضيف التصاميم مرة ثانية عليها، وأقدر أني أغير بالإطار وأغير، أو أني أربطها برابط، أو أني أقدر أحط فيها صوت خلفي الشاشة الشريحة هذه، سواء لما أدخلها بالبداية يشتغل الصوت عندي أو يشتغل بعد ثواني أو دقائق محددة. مثلا أنا الحين قاعدة أشرح درس للطلبة، وبغيت ان لما اوصل للشريحة هذه ما ابي الصوت على طول بالبداية، ابي اشرحها بالبداية بعدين اشغل الصوت. شلون؟ اني احط الصوت واغير بالدقائق، مثلا انا شرحي يحتاج مثلا 3 دقائق، احط انه بعد 3 دقائق راح يدي، وابي بعد دقيقة واحدة يوقف، احط نفس الطريقة. هذا درس الإيميج اللي يحتاج أن أدرج صورة للمشروع نفسه. الحين صار عندي 3 شرايح تعلمنا شان أني أدرج شريحة، وشلون أني أغير بالخط، وشلون أني أكتب الكلام وأغير باللون وأغير شو اسمه التأثيرات مالته، وتعلمنا شلون أدرج شريحة. هذا كله بعد ما أخلص أحط سيف عشان يسيف لي اللي أنا سويته. الحين نحط بلاي، نشوف، نحط بلاي، يبي له شوية على ما يتحمل. أول ما يشتغل إن شاء الله بلاي، راح أضغط على الزيبرا علشان شنو؟ هذا بلاي فتح لي. آخر شيء نسوي عرض كامل.